نشكر تعاونكم جميعا. هكذا التهنية لفليه محمد بلوي الفيلي على فوز مغامر وانتزاع ناموس هذا الشوط، وسلاماتنا إلى هالي الرماح. هكذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وينطلق منذ قليل شوطنا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بالإبكار الإذاعي المحليات الأصاي. نبدأ صفحة جديدة وانطلاقات أول أشواط الأبناء الغبايل. نسير مع الشوط الرئيسي لأبناء الغبايل، نتابع المقدمة والمركز الأول. هذه هي اللسكية اللي على مقدمة هذا الشوط، والبداية خليفة بسعيد بن زاهرة اللي خيالي يقدم لنا اسم تراثي اسم اللسكية على مقدمة الشوط. بينما في ثاني المراكز طلوع تاتي مع المركز الثاني، سعيد بخلبان بالمر النعيمي محتله المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث. في المركز الثالث هذه انتباه لسيف بن مبارك بالقطري الخيالي يحتل المركز الثالث، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع. في المركز الرابع هذه هي لواضي المبارك بن حمد بالعود العامري يقدم لنا لواضي على مستوى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس في خامس المراكز اللي تنطلق وتاتي بالاندفاع العزرة سعيد بن محمد بن مطوع الشامسي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه هي بلشة سلطان بن عيد بن سعيد بن علي الاكتبي على مستوى المركز السادس في هذه الانطلاقة، بينما في سابع المراكز في المركز السابع هذه هي تاتي مشاهدينا الكرام صبا سعيد بن محمد الحوت العامري، بينما في ثامن المراكز هذه تتقدم على ثامن المراكز اللي هي مشكوره سعيد بن حمد بن قناص العامري، وتاسع المراكز اللي دخلت بقوه الاتحاديه نافع بن معيوب سعيد الشدي المنصوري، وعاشر المراكز يتواجد شعار بن خريده على مستوى المركز العاشر في هذه اللحظات، ليقدم لنا ايضا لزقه بشعار سيف بن احمد بن فريد من يحتل المركز العاشر. هكذا نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى، ونعود الى مقدمه الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط بعد ما تممنا العشرة المراكز الأولى، نعود هناك إلى اللسكية، اللسكية على مقدمة هذا الشوط خليفة بن سعيد بن زاهرة الخيالي يقدم لنا اللسكية اللي مسيطرة على زمام الأمور في مقدمة هذا الاندفاع، بينما أشوف التسلل من طلوع، طلوع بدأت تطلع على مقدمة هذا الشوط، تتسلل من المركز الثاني إلى المقدمة الأولى سعيد بن غلبان
المر النعيمي، وهناك في المركز الثالث هادي انتباه لسيف بن مبارك بالقطري الخيالي، بينما بالعود يقدم لواضي مبارك بن حمد بالعود العامري على المركز الرابع والمركز الخامس. هذه تقدمت محنة نعم اللي واصله بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، وصله والعمالقه في هذه الانطلاقه مع اقتراب الكيلو والمتر النهائي. ولكن سيطره طلوع اللي مسيطره تمام السيطره في مقدمه الشوط، صعيد بن غلبان بالمر ان النعيمي هي اللي معلنت تواجدها في مقدمه هذا الشوط. في الاسبوع الماضي هي مسجله نقطه ثمينه في ارضيه هذا الميدان، وهي المسيطره الان على مقدمه الشوط، تبي تحافظ على مستواها كما اعتادت عليه في الاسبوع الماضي. بينما في المركز الثاني انتباه لسيف بن مبارك بالقدري الخيالي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث اللي واصله اللي قادمه هذه هي مشكوره سعيد بن حمد بن قناص العامري يحتل المركز الثالث، بينما محنه في المركز الرابع محنه البشعار محمد بن سلطان بالمتر بن مرخان الكتبي، وخامس المراكز وصلت شواهين سالم بن حمد بن سيف بن الاصلي الشامسي. الله 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 الله، شوف انا شوف البدايه، طلوع على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول في هذه اللحظات، تفرض وجودها على مقدمه هذا الشوط. سعيد بن سلمان بالمر النعيمي، وصلك الصعب يا راعي طلوع، قادمه محنه محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. المنافسات الاخيره في شوط الشوط الرئيسي لابناء القبائل، شوط الابكار المحليات الاصايل. الله يا النعيمي يروح مع البدايه، طلوع على المركز الاول، محنه قادمه في المركز الثاني بشعار صعب. الشوط وين؟ عيناوي ام مرغم ام العين ام مرغم؟ الله يا محنه وطلوع ومحنه، الشوط الرئيسي للمحليات. الله يا سلام، اصعب محنه في اللحظات الاخيره، محنه سلام مرغم، مرغم النقطه الثالثه، السوبر هاتريك لصعب. تهانينا لابو سلطان محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على فوز محنه بالشوط الرئيسي للابكار المحليات الاصايل، بينما طلوعه قدمت عرض ما فيه الكفايه. تهانينا لمالك سعيد بن غلبان بالمر النعيمي، بينما في المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الاعزاء مع اللحظات الاخيره نتابعها. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء وصلت فيه اللي هي ضجه محمد بن خليفه بالضبيب الشامسي، المركز الرابع صبا سعيد بن محمد الحوت العامري، المركز الخامس وصلت فيه مشكوره لسعيد بن حمد بن قناص العامري. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجه للخمس